السلام عليكم ورحمة الله، شخباركم؟ كنتمنىكم كاملين بخير. غبرت عليكم يا مدة هادي، نتمنىكم كاملين بخير ومبروك عليكم العام الهجري الجديد. إن شاء الله تكون هاد السنة هادي سنة يوم من خير وبركة، ومبروك عواشركم بمناسبة عاشوراء. دونك هاد الفيديو هذا غادي نخدمه على هاد الفاز هذا ديال الطين، ضروري كنحكو كنغسلو بالماء مزيان وكنخليه كينشف عاد غادي نخدم به. ديجا تعرفنا على الإبريد اكريليك مع الميتاليك وتعرفنا على البريميوم، دابا فهاد الفيديو هذا غادي نخدمو بالميتاليك بويا. دونك الميتاليك بويا هي هادو، دونك سيتين فانتيغ اكريليك ولكن هي ميتاليك، يعني نخدمو بها العود ونخدمو بها الميتال ونخدمو بها شحال من حاجة. دونك انا هادو اونفان هي فيها بزاف ديال اللوان ولكن اللي عندي متوفرين حاليا حيت انا راه مازال في الكونفينمون. المهم اللون اللي متوفرين عندي هما هادو، دونك غادي نختار لون من هاد اللون هذا باش غادي نبداو هاد الفاز نخدموها. دونك بالنسبه ليا انا هاد الفاز هذا ما غاديش نخدمو كاملو بلون واحد، دونك غادي بغيت نغطي واحد لا بارتي فيه هنايا باش غادي يجيني العبار ديالي مقاد بسكوتش كاروسري. غادي نجي بطبيعه الحال غناخد القلم ديال الرصاص وغادي نجي هكايا ونعبر مثلا 20 سنتيم ولا شحال ما بغيت انايا غادي نغطي وندير ونعاود ندور ثاني ونبقى غدا كنعبر بحال هكايا. ديجا انايا خايده العبار ديالي اللي بغيت نوصل ليه، غادي نجي هنا. ديجا انايا بغيت هاد لابارتي هادي كاملها، غادي ناخد طبسيل ديال البلاستيك غادي ندير فيه اللون. هو كيبان هكايا بحال برونز مغلوق ولكن هما هنا كاتبين فيه بوردو، الى كيبان لكم اللون بوردو 236 هو اللون اللي غادي نخدم به انايا هنايا. بطبيعه الحال غادي ناخذ بانسو يكون ناشف وغادي نبدا كنصبغ. نبدا بسم الله، حتى تشوفوا اللون الى تري كوفرون، انا ما محتاجاش ندير اللون ابيض من التحت عاد ندير فوق منه هاد اللون هذا، يعني اللون غادي نخدمه مباشره على الطين. كيف تشوفوا اللون راقي وزوين بزاف، تري بيل كولور، فانا عجبتني، يتمنى ان نتوما تعجبكم. هذا هكايا غادي نكملها كاملها ونخليها تنشف هاد لابارتي هادي وغادي نرجع معاكم باش نديرو اضافات وحدين اخرين. بامكانكم تصبغوها كاملها الى بغيتو، بامكانكم ديرو كيف انا الطريقه اللي غادي نخدم بها. فوالا انا غادي نكمل هاد لابارتي هادي نخليها تنشف ونرجع معاكم. دونك بعد ما نشف لينا اللون شفتوا لا بريونس ديالته كيف دايره، فوالا غادي نزول السكوتش، شوفوا الراس ديالو وغادي نعاود نسد نفس البلاصه، يعني غادي نعاود ندير السكوتش ديالي هنايا هاد لابارتي هادي الوغ. مني عاود حولنا السكوتش هنايا غادي ناخد هاد لاباط هادي دوغا بيرلا. دونك عندنا فيها بزاف ديال الالوان وعندنا بزاف ديال لي بات، لاباط شابيشيك، لاباط كريستال، دوغا بيرلا، زوغما، المهم عندنا بزاف ديال لي بات. المهم انا اللي اختاريت هو هاد لاباط دياموند. ديجا هادي عندي البديه، غادي ناخد سباتول وغادي نبدا يعني كنحطها عشوائيا، وحتى هي يعني ممكن نخدمها بلا ما ندير لها تاسيس من التحت، يعني هي غادي تشبر ما محتاجاش انا ندير شي لون ديال شي صباغه من التحت باش غادي نخدم هاد لاباط هادي. بحال هكايا بغيتو ديروها بالشيتا راه ممكن تهزوها بالشيتا، ممكن ديروها هكايا بسباتول، يعني ديروها اون غولييف بزاف، ولا يعني
تمحطوها كيف ما بغيتو. دونك شويه انا غادي نجيبها هكا شويه مشوكه هكايا، غادي نستمر بهذه الطريقه. دونك هذه الضربه اللي كنحطو هكايا وكنهزو كتعطينا هذيك التشويكه ديال هاد لاباط. هادي هي هاد لاباط فيها واحد الحبيبات هكا، طريقه سهله وبسيطه ونزوقوا بها دي فاز ديال الطين عندنا هكايا، ونقدروا نخدموا هذه الطريقه هذه حتى على الزاج، يعني هاد لاباط دياموند تمشي لينا حتى على الزاج. نقدروا نديروا لي ترانسفير اللي هما عندنا ديال المره تعرفنا عليهم شحال من مره، ممكن نديرو لي ترانسفير دونتيل حتى هما راهما موجودين، نختاروا اي لون ديال ترانسفير ممكن نديرو. عطا الله لي زعما باش غادي نخدمو حنايا هاد نديرو الكراكلي، الا بغينا نديرو الكراكلي على الطين. يعني راكم شفتو عندنا في كادونس بزاف الشكل ديال الكراكلي، كاين الكراكلي كروكو، كاين الكراكلي سبايدر، يعني ا لارج دو شوا لي في لي في لو برودوي لي في لي برودوي كاينين اللي ممكن نخدمو بهم الطين. تقريبا هما تيكونوا ملتي سيرفاس، يعني ابار توب، يعني نقدروا نخدموهم على الميتال، نخدموهم على هكايا على الطين، نخدموهم على العود. الوقفة دي هكايا باش نستحكم على انني نهز لاباط ديالتي من لو بو، وغادي نستمر حتى غادي نكمل هاد لابارتي هادي، ومن بعد غادي نخليها تنشف ونرجعوا باش غادي نديروا لا فينيسيون لهاد القليله هادي. دونك شفتوا، دونك انا غنكمل هاد شويه هذا اللي بقى ونعاود نرجع معكم بوغ لا فينيسيون. الوغ شفات لينا هاد لاباط اللي حنا درنا لاباط دياموند، كيف قلت لكم نعاود نفكركم بان لاباط دياموند عندنا فيها بزاف ديال الالوان. الوغ اشنو ممكن ندير؟ ممكن نخليها غير هكايا جات رويقيه وزويونه سامبل، ممكن ندير اضافه واحده اخرى، ممكن ناخذ الفينغر واكس. فينغر واكس تصور عندنا فيه تقريبا شي 20 لون تقريبا اللي كاينه فيه، ممكن ناخذو ونديرو فوق من هنايا. انا بغيت نبقى في طون سيغ طون، غادي ناخذ نفس اللون اللي انا خدمت به الولا، غادي ناخذ واحد شويه، ناخذ البانسو ديالي، غادي ندير هنايا غادي ندوز ليجيرمون كيف تيبان لكم، جيسبيغ راه تيبان لكم اللون، سينو غادي نقرب لكم لاكام. دونك غادي ماشي بغيت نصبغ، مي ليجيرمون ليجيرمون في بلاصه ديال هذيك التشويكه، غادي ناخذ هذا اللون بوردو، ماشي التشويكه ديال الشعر. المهم كيف قلت لكم ليجيرمون هكايا. دونك هاد الصبغه غادي غتشبر ليا غير في البلايص اللي هما يا اون غولييف، ماشي غير شويش هاد القضيه هادي. ممكن كيف قلت لكم نديروها بفينغر واكس، ونديروها بدوغا بيرلا دوغا واكس اللي متوفره لكم، ما متوفره لكم حتى شي وحده من هادو. دونك انا غادي ندير هاد الطريقه هكايا، فوالا سامبل مي فريمون سي شيك. ما تيقولوا لا ميور سامبليسيتي لا ميور بوتي دون لا سامبليسيتي، دونك انا كنامن بهاد المقوله هادي ديال لا ميور بوتي في لا سامبليسيتي. فوالا غادي نستمر هكذايا، ندير دي توش pour rappeler ma couleur هنايا. فوالا غادي باقي ليا اضافه واحده اخرى اللي غادي نديرها، نتاكد بان هاد التاتش اللي انا درت يعني راه وصل لي كاع في البلايص اللي انايا بغيت هكايا. اي ابري غادي نديرو واحد الاضافه صغيره وزوينه حتى هي غادي تعجبكم، شيقوني. دونك فوالا البانسو ديريكتومون الو ديرو في الماء باش ما تلصق لكمش فيه الصباغ. تري بيان انا كملت كيف قلت لكم في الماء مباشره.
الاضافه اللي غادي نستعمل وشنو هي؟ غادي ناخذ هاد لي ستيكر غادي ناخذهم غادي نعزل الزواقه. الوغ عندي فيه هنايا فيهم لارجونتي وكان فيهم الدوري، جو بريفير لو دوري هو اللي غادي ندير. وحده كنت باديه بها هادي هاد الزواقه هادي، ناخذ هادي سامبل هاد الزويقه وغادي ناخذ فوالا تتزول فاسيلمون هاد السميطه هادي. وغادي نجي هاد السميطه وغادي نلصقها فهاد البليصه هادي. دونك هنايا اش خصيت لو دوغي باش نفتح هاد لي دو كولور، هادو جاو ان بو تيرم مي باش نخرج لا كولور ديالتهم. دونك اختاريت انني ندير لو دوغي. تقدروا ديروا لارجونتي، تقدروا ما ديروهاش كان يعني كاريمون، تقدروا ما تستعملوش هاد السينته هادي. مي جات زوينه باش ما يبانش هذاك الفرق ما بين يعني اللي غير هادو محطوطين هكذايا. فوالا غادي نكمل نورك عليها بصبيعتي هكذا باش تشبر ليا مزيان، لان هي سي ان ستيكر يعني فيه لاكول ديالتو. دونك حتى هاد الستيكر راه تيمشي في الكيسان، يلاه هادشي صغير هو خاصك تبقى معاه بالخاطر بشويه بشويه. علاش نقولوا بان الاشغال يدويه. وصلنا للنهايه ديال الفيديو، القليله ديالتي شفتوا كيفاش تغير المنظر ديالها كاريمون بعد ما كانت طين. دونك خدمنا هنايا بويا ميتاليك وخدمنا بلا بات دياموند. نحاول نقرب لكم باش تشوفوا لا تيكستور دو بري. شفتوا لا تيكستور ديال لا بات دياموند، وهذاك اللي درنا ليها من الفوق ديال يعني عطينا هذيك لا كولور بو رابلي اللون ديال القله لا باتين. هذه القميمينه ديالتها من الفوق صبغتها بنفس اللون. فوالا احنا حصلنا على قليله مشيكه كيف تيقولوا. دونك خليني هنايا نوري لكم واحد لاباجور اللي خدمتها اللي غادي تمشي معاها في نفس لو تيم. فوالا هنايا لاباط دياموند خدمتها بالبوشوار. دونك تقدروا تخدموها بالبوشوار كيف ممكن تقدروا تخدموها غير بسباتولا عاديه. انا هنا مازال ما درتش لاباجور الفوقانيه لا لامب لانني بغيت نبدلها، هذيك اللي عندي تهرسات دونك غادي ندير ليها لامب وحده اخرى. كيف قلت لكم يعني بويا ميتاليك تخدموها على العود ولا على الطين، فيها واحد لابريونس كتحمق تيقوني. راه التصوير بارفوا ما كيعطيش يعني ديك الريزلت اللي باش كتشوفي البياسه مباشره. دونك فهاد الفيديو دي تعرفنا على بويا ميتاليك. دونك هذا هو اللون اللي انايا خدمت به 236. خدمنا بلا بات دياموند، هي هذه لاباط اللي انايا خدمت بها جرين، يعني مكتوبه فيها جرين يعني اللون اللي هو خضر وخضر زعما ناصح بزاف بحال الخزي. وخدمنا هاد السينتات هادو. دونك كيف قلت لكم ممكن ديروا الفيرني الا بغيتوا الفيرني وهادشي كامل باش تحافظوا عليه. عجبتكم لا كولور بهذا الشكل هكايا، ما تكونش زعما يعني ديروا الفيرني سوا مات ولا سمي مات ولا بغيون بزاف، هذا تبقى اختيار لكم انتمايا. دونك ما بقي الا نضرب لكم موعد ان شاء الله فيديو جديد وفكره جديده. تبقاو على خير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.